السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضلت الشيخ مصطفى. نعم أخوك مصطفى. بارك الله فيك، معك أبو عبد الرحمن من سوهاج. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ، يعني نصلي خلف أئمة الآن في رمضان بالنسبة يعني لصلاة العشاء والتراويح، فنجد يعني منهم عجل، فتجدهم في التشهد الأخير، التشهد الأخير مثلا يعني من العشاء، فيسلم قبل أنا أن أتم، فهل أسلم معه أم أتم التشهد الأخير؟ فأرجو الإفادة بارك الله فيك، وهل هذا ينطبق على كذلك صلاة التراويح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. بعد، فالأخ يسأل عما يصنع الأئمة، كثيرون جدا منهم يصنعون ذلك، لا يمكنون المصلي خلفهم من إكمال التشهد، وهذا شيء في أكثر المساجد. التشهد يأتون عليه سريعا جدا لدرجة أن الذي خلفهم لا يستطيع أن يتشهد، فضلا عن أن يدعو، لأن الدعاء بعد التشهد مسنون، الدعاء بعد التشهد مسنون، فهم لا يمكنون المصلي وراءهم، وهي صلاة ليل، لا يمكنونه من الدعاء. فألفت نظر إخواني الأئمة أن يتقوا الله في ذلك، أن يتقوا الله في ذلك، ويمكنوا المصلين حتى من إكمال التشهد الذي أوجبه كثيرون من أهل العلم، هذا فضلا عن أن هناك سنة الدعاء بعد التشهد. النبي قال: ثم يتخير من الدعاء أجابه إليه. فإذا قام الإمام بهذه المثابة وسلم سريعا وأنت ما زلت في تشهدك، فأتمم تشهدك، أتمم تشهدك، بارك الله فيكم.